السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي الطلبة، أشرتم أوقاتا أينما كنتم. طلاب الصف الثالث الثانوي، أكمل اليوم معكم دروس مقرر مادة التاريخ، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذه المادة وجميع المواد إن شاء الله. درسنا اليوم عن الكشوف الجغرافية، ولكن قبل أن ندخل في درس اليوم وكما تعودنا سنتذكر سويا الدرس السابق بشيء من الاختصار. وكان درسنا السابق عن حركة الإصلاح الديني، وطبعا كنا قد تعرفنا على معنى الإصلاح الديني، وقلنا أنها دعوات نادى بها الكثير من المفكرين ورجال الدين والمصلحين والفلاسفة لإصلاح الكنيسة بعد الفساد الذي استشرى بالكنيسة ورجال الكنيسة في ألمانيا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام. وأهم المصلحين الذين تحدثنا عنهم الراهب حنا هوس، والراهب الفلورنسي سافونا لورا، والراهب مارتن لوثر. وطبعا ذكرنا أن هؤلاء كان لهم بصمة ودور في الإصلاح الديني في أوروبا وإعادة الكنيسة إلى دورها الحقيقي بالاهتمام بالأمور الدينية ونشر الأخلاق والفضيلة والابتعاد عن أمور السياسة والتحكم بالمناصب والأمراء والحكام وتعيينهم وفرض ضرائب وما إلى ذلك. ومن أهم العوامل التي ساعدت على قيام الإصلاح الديني، كنا قد شرحنا في الدرس السابق أن من أهم العوامل عيوب الكنيسة وانغماس رجال الكنيسة في المفاسد، سواء القضايا الاقتصادية من كنز الأموال وفرض الضرائب وشراء المناصب وما إلى ذلك بالأموال، والقضايا اللا أخلاقية التي عرف بها الكثير من رجال الدين. أيضا تشجيع الأمراء، وقد قلنا أن الأمراء رأوا أن من مصلحتهم دعم المصلحين والسائرين على الكنيسة لما كانوا يعانونه من تحكم رجال الدين والكنيسة بشكل عام في أمور الحكم والسياسة وعزل وتعيين الأمراء وفرض الضرائب. أيضا قلنا أن أهم القضايا التي أثارت موضوع حركة الإصلاح الديني هي بيع صكوك الغفران من قبل رجال الدين وإيهام الناس البسطاء بأن من الممكن أن يمحوا ذنوبهم ويتخلصوا منها وأن يشتروا الجنة بمبالغ مالية يدفعونها للكنيسة. هذا كان تذكيرا بسيطا بالدرس السابق عن حركة الإصلاح الديني، واليوم سندخل في درس جديد وهو حركة الكشوف الجغرافية. حركة الكشوف الجغرافية موضوع درسنا لهذا اليوم، وسنتعرف في هذا الدرس عن أهمية الكشوف الجغرافية، وطبعا سنتعرف أن هذه الكشوف كانت ثمرة من ثمار النهضة الأوروبية. أولا، معنى الكشوف الجغرافية. تعد الاستكشافات الجغرافية التي تمت في القرن الخامس عشر الميلادي من أهم نتائج النهضة، وأهم هذه الاستكشافات هو كشف الدنيا الجديدة أو العالم الجديد. وطبعا العالم الجديد هو ما نسميه اليوم بالقارتين الأمريكيتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، إضافة إلى قارة أوقيانوسيا والقطبين. وكشف الطريق من أوروبا إلى الهند بحرا حول أفريقيا سنة 1492. بالنسبة لاكتشاف أمريكا كان بال1492 ميلادي،
واكتشاف طريق الهند في 1498 ميلادي. طبعا وهذين الاكتشافين من أعظم الاكتشافات الجغرافية في العصر الحديث. طبعا المصور يوضح الاكتشافات أو الكشوف الجغرافية التي تمت في العصر الحديث، وطبعا هذه الخطوط الملونة هي خط سير أشهر الرحالة والبحارة والمكتشفين الأوروبيين الذين اكتشفوا طريق الهند بالالتفات حول أفريقيا والأمريكيتين، وأيضا الرحلة التي دورت حول العالم. كل هذه الرحلات سواء طبعا اللون الأبيض يمثل رحلة، هي رحلة ديجاما إلى الهند، اللون طبعا الزهري أيضا طبعا هو خط أيضا أحد البحارة أو المكتشفين، كذلك اللون الأحمر يمثل رحلة ماجلان، اللون الأزرق يمثل رحلة كولومبوس. إذن هذه الألوان هي عبارة عن خطوط سير الرحلات الجغرافية أو الكشوف الجغرافية التي تم من خلالها اكتشاف العالم الجديد، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، واكتشاف الطريق البحري الذي يربط أوروبا بالهند بدون الدخول أو المرور في الوطن العربي. سنتعرف طبعا على بعض المعلومات عن علم الجغرافيا عند العرب والأوروبيين في العصور الوسطى، والتي طبعا هذه المعلومات مهدت أو ساعدت أو كان لها دور في الكشوف الجغرافية. كان الأوروبيون يعتقدون أن الأرض منبسطة ومركزها بيت المقدس، وأن البحار والمحيطات هي مسكن الجن والشياطين، وأنه إذا تقدم الإنسان جنوبا سيلاقي نطاقا من النار لن يستطيع أن يعبره. طبعا هذا الكلام البسيط يعبر عن اعتقاد الأوروبيين أو معتقدات الأوروبيين عن العالم بشكل عام وعن ما يحيط بقارتهم، إذ كانوا لا يملكون أي معلومات عن القارات أو ما يحيط بالقارة الأوروبية، وأيضا كانوا يعتقدون أن الأرض هي مستوية أو هي منبسطة الشكل، وأن مركز هذه الأرض هو بيت المقدس أو مدينة القدس. طبعا كانوا أيضا يعتقدون أن البحار والمحيطات هي منطقة خطيرة جدا لأنها مسكن الجن والشياطين، وكانوا يؤلفون القصص والحكاية عن هذه البحار، وأن أي إنسان يقدم على التقدم نحو الجنوب في هذه البحار والمحيطات سيلاقي منطقة من النار لم يستطيع أن يعبرها أو يتعداها، وبالتالي ستكون نهايته. هذه معتقدات أهل أوروبا أو الأوروبيين في العصور الوسطى قبل بدء النهضة وقبل بدء الكشوف الجغرافية. أما العرب المسلمون في تلك الفترة فقد قاموا بترجمة علوم الإغريق وأضافوا إليها، وقد تسربت هذه الترجمات إلى أوروبا، فنقل الأوروبيون عنهم الاسترلاب. الاسترلاب هو جهاز أو أداة بسيطة تساعد البحارة في تقدير المسافات وتحديد الجهات في البحر. إذا نقل الأوروبيون عن العرب الاسترلاب، والذي طبعا ساعد البحارة في تقدير المسافات وتعيين الاتجاهات وهم في عرض البحار والمحيطات، كما نقلوا عنهم البوصلة وحسنوا فيها حتى قربت من شكلها الحالي، فشجع ذلك الملاحين على التوغل في البحار فازدادت معلوماتهم عن العالم. سأريد لكم صورا للبوصلة والاسترلاب. طبعا هذه بوصلة قديمة صنعها العرب في العصور الوسطى. أيضا هذه الأداة البسيطة هي الاسترلاب، كما قلنا أنها تساعد في تقدير المسافة وتعيين أو تحديد الجهة أو الجهات. هاتين أو الأداتين
كان لهما دور كبير في الكشوف الجغرافية في العصور الوسطى، وهما ما نقله الأوروبيون عن العرب المسلمون، وطوروا في هاتين الأدتين، واستطاعوا أن طبعا يستخدموهم في الكشوف أو الرحلات الجغرافية. سنتعرف الآن على العوامل التي ساعدت على الكشوف الجغرافية. للكشوف الجغرافية طبعا عدة عوامل ساهمت في المزيد من تلقي الأوروبيين المزيد من المعلومات عن المشرق بشكل عام. أولا من هذه العوامل، أولا الحروب الصليبية. الحروب الصليبية طبعا هي حملات برية وبحرية قام بها الأوروبيون المسيحيون بهدف، في البداية كان هدفهم ديني، أو كانت هذه الحملات تحت غطاء الدين إلى المشرق العربي. وطبعا اعتاد الأوروبيون في تلك الحملات على تحمل المشاق وقطع الأسفار الطويلة، وبذلك اتسعت معلوماتهم عن الأرض والبحار ومسالك كل منها وما بها من أقطار مختلفة. وقد ترتب على تلك الحملات أن غلب عليها الجانب الاقتصادي والرغبة في الثراء وامتلاك الأرض، وخاصة بعد الخسائر التي تلقاها الصليبيون في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. إذن في البداية هذه الحملات كانت تحت غطاء الدين ولأهداف دينية، ولكن تلقت هذه الحملات عدة خسائر على يد العرب المسلمين، وخاصة في عهد القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي. فتحول هدف هذه الحملات من أهداف دينية أو من هدف ديني إلى أهداف اقتصادية. طبعا تحول هذا الهدف إلى الرغبة في الثراء وامتلاك الثروة وامتلاك الأراضي في المشرق والسيطرة على تجارة الشرق. وطبعا بعد أن كان الصليبيون أو الأوروبيون المسيحيون قد أصبحت لديهم خبرة في المسالك والطرق وبلاد المشرق بشكل عام. أيضا من أشهر الرحالة الذين قدموا معلومات كبيرة للأوروبيين هو الرحالة ماركو بولو، وهو من أهالي مدينة البندقية الإيطالية، الذي قام برحلة مع أبيه وعمه إلى بلاد الصين. هذه الرحلة طبعا قضى فيها حوالي 20 سنة. بعد 20 سنة بعدها عاد إلى بلاده حاملا الكثير من الأحجار الكريمة، حتى سماه مواطنوه أو أبناء بلده ماركو صاحب الملايين. ماركو بولو كان في هذه الفترة قد ألف كتابا عن رحلته وعن السنوات التي قضاها في المشرق، وطبعا هذا الكتاب قدم معلومات هائلة إلى أبناء بلده عن بلاد المشرق وعن الثروة التي توجد في المشرق وعن الخيرات التي ينعم بها أهل المشرق أو الشرق، مما أدى إلى طمع وغيرة الأوروبيين ورغبتهم في الوصول إلى تلك البلاد والسيطرة عليها. هذه الخريطة أو المصور تصور لنا الحملات الصليبية أو بعض الحملات الصليبية التي جاءت إلى المشرق العربي، سواء حملات برية من أوروبا إلى القسطنطينية إلى آسيا الصغرى ومن ثم بلاد المشرق بلاد الشام، أو الحملات البحرية عبر البحر المتوسط إلى مصر وبلاد الشام أيضا. وقد قلنا أن هذه الحملات سواء البحرية أو البرية أعطت للأوروبيين الصليبيين خبرة في المسالك والطرق سواء في البر أو في البحر، مما ساهم في الكشوف الجغرافية فيما بعد. هذه الصورة لماركو بولو صاحب الرحلة الشهيرة
إلى بلاد الشرق، إلى بلاد الصين، والتي قدم من خلال كتابه الذي ألفه عن هذه الرحلة المعلومات الهائلة عن بلاد الشرق للأوروبيين، وزادت رغبتهم في اكتشاف الشرق والسيطرة عليه. ثانيا، من أهم أيضا العوامل التي ساهمت في الكشوف الجغرافية الطرق التجارية القديمة. من أهم الطرق التجارية، نتكلم هنا عن تجارة الشرق أو التجارة الشرقية، أهم الطرق التجارية القديمة لدينا ثلاث طرق. الطريق الأول هو طريق القوافل الذي يبدأ من أوروبا عبر إيطاليا إلى آسيا الصغرى، القسطنطينية، إلى بلاد فارس، ثم إلى بلاد الهند والصين. أيضا لدينا الطريق البحري من أوروبا من المدن الإيطالية حصرا إلى البحر المتوسط، إلى موانئ بلاد الشام، ومنها إلى العراق في ميناء البصرة، ومنه من ميناء البصرة إلى الخليج العربي، فالمحيط الهندي، ومنه إلى الهند والصين. الطريق الثالثة الطريق البحري الثاني من أوروبا عبر إيطاليا إلى الإسكندرية في مصر، ثم تحمل البضائع برا إلى السويس، فالبحر الأحمر، ومنه إلى المحيط الهندي. سنرى هذه الطرق على المصور. طبعا الطرق البحرية كانت تنطلق من إيطاليا، من المدن الإيطالية في جنوب القارة الأوروبية. الطريق الأول من المدن الإيطالية إلى سواحل بلاد الشام، ومن سواحل بلاد الشام إلى ميناء البصرة على الخليج العربي، ومن الخليج العربي إلى المحيط الهندي وصولا إلى الهند والصين. أما الطريق الثانية فمن إيطاليا، من المدن الإيطالية، إلى مصر وتحديدا الإسكندرية. من الإسكندرية تنقل البضائع برا إلى السويس على البحر الأحمر، ومن ثم تحمل على سفن عربية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى الهند والصين. أما الطريق البرية التي تحدثنا عنها فهي الطريق التي كانت تصل من أوروبا إلى القسطنطينية، إلى آسيا الصغرى، إلى طبعا مرورا في شمال بلاد الشام والعراق، محاذية أو مقتربة من بحر قزوين، ومن ثم بلاد فارس، وأخيرا إلى بلاد الهند والصين. وهذا الطريق كان يسمى قديما وحتى اليوم طبعا لا تزال التسمية معروفة ومشهورة بطريق الحرير. هذا هو طريق الحرير، الطريق البري الذي يربط القارة الأوروبية إلى آسيا الصغرى وبلاد الشام والعراق وبلاد فارس، ومن ثم إلى بلاد الشرق الهند والصين، طريق الحرير المشهور. كيف كان وضع التجارة في تلك الفترة؟ كانت المدن الإيطالية بالنسبة لأوروبا هي المسيطرة على تجارة أوروبا. إذن المدن الإيطالية مثل البندقية، فلورنسا، جنوة، كل هذه المدن كانت تسيطر على تجارة أوروبا بشكل عام، ولكنها كانت مجبرة على دفع الضرائب التي كان يفرضها سلاطين الأتراك المسلمين بعد استقرارهم في آسيا الصغرى، وكذلك سلاطين المماليك في مصر. إذن تجار أوروبا، التجار الإيطاليين، كانوا مجبورين ومضطرين أن يدفعوا الرسوم والضرائب للأتراك السلاجقة أو الأتراك العثمانيين في آسيا الصغرى عندما تمر قوافلهم التجارية في هذه البلاد، أو إلى المماليك في مصر إذا كانت تعبر بضائعهم الطريق البحري الذي تكلمنا عليه منذ قليل. لذلك كان على الأوروبيون أن يختاروا أحد الاختيارات التالية، فإما الاستغناء عن الشرق وتجارته، وهذه طبعا كانت خيار صعب جدا لأن أوروبا لم تكن على استعداد أبدا أن تتخلى عن تجارة الشرق ولا عن البضائع التي كانت تأتي من الشرق، والأوروبيون بحاجة ماسة إليها كالتوابل والحرير الصيني. الخيار الثاني هو القضاء على قوة الأتراك العثمانيين
وهذه أيضا كانت معضلة بالنسبة للأوروبيين، كون العثمانيين كانوا في تلك الفترة في قمة ازدهارهم وأوج عظمتهم وقوتهم في تلك الفترة. الخيار الثالث هو البحث عن طريق تجاري آخر للشرق، وهذا الخيار هو الذي استقر عليه الأوروبيون وقرروا البحث عن طريق جديد نحو الشرق أو يصل إلى الشرق. ماذا اختار الأوروبيون؟ قلنا قبل قليل أن الأوروبيون قرروا البحث عن طريق جديد نحو الشرق أو يصل إلى الشرق. في تلك الفترة كان هناك ملك في البرتغال عرف باسم هنري بن حنة أو هنري الملاح، وكان هذا الملك مشهور جدا بحبه للبحر والملاحة البحرية، ولديه رغبة في اكتشاف المجهول، فقام بطبعا عدة أعمال منها بناء مدرسة بحرية وبناء مرصد بحري، وشجع الملاحين والبحارة الأوروبيين على اكتشاف المجهول وحضهم على ارتياد البحار، مما أدى في النهاية إلى كشف الطريق البحري حول أفريقيا إلى الشرق، بل وتعداه إلى كشف الدنيا الجديدة أو العالم الجديد. طبعا هذه صورة للملك هنري الملاح الذي شجع البحارة على اكتشاف المجهول ومول الرحلات البحرية في عهده. طبعا هذه أيضا خريطة أو مصور توضح الطريق الذي سلكه البرتغاليون للوصول من البرتغال من أوروبا بالالتفاف حول أفريقيا وصولا إلى الهند. ثالثا من أيضا العامل الثالث الذي كان له دور كبير في الكشوف الجغرافية هو ارتقاء الحياة الثقافية والفنية في أوروبا. طبعا كانت في تلك الفترة قد بدأت النهضة الأوروبية، وقلنا أن الكشوف الجغرافية هي كانت من ثمار النهضة الأوروبية، ولذلك طبعا كان لهذه النهضة وارتقاء الحياة بشكل عام الثقافية والفنية وغيرها دور كبير في الكشوف الجغرافية. فبفضل عصر النهضة ظهرت وانتشرت في أوروبا أفكار جديدة حول المعلومات الجغرافية، محطمة ما كان سائدا من معلومات وأفكار العصور الوسطى، ومن بين ذلك فكرة كروية الأرض وتقدم وتطور صناعة السفن التي ساعدت المغامرين والبحارة على اقتحام الصعاب في أعالي البحار والمحيطات، وكذلك اتساع استخدام الخرائط الجغرافية المتطورة والمعدات البحرية التي كان لها أكبر الأثر في نجاح حركة الكشف الجغرافي، إضافة إلى ما حققه عصر النهضة من حرية وجرأة ورغبة في المغامرة لدى الأفراد. نكون بذلك قد تحدثنا في هذا الدرس عن حركة الكشوف الجغرافية وأهم الاكتشافات التي قام بها المكتشفون الأوروبيون وأهم العوامل التي ساهمت في الكشوف الجغرافية. نكون بذلك قد أنهينا درسنا اليوم، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.